شباب جراحين، ان شاء الله النهارده هنعمل عليكم حاله اورو انترال كوميونيكيشن. الناس بتبقى انترست جدا بالحكايه ديت، هنشوف ازاي بيقدر. هي دلوقتي في فيستولا، دلوقتي اورو انترال فيستولا، بس ما فيش كرونيك سيفير كرونيك سينوسايتس يستاهل ان انا اعمل كريتيشن لكل الساينس. هيتعمل دلوقتي ريفرشمنت للايدج او هيعمل فيستولكتومي، هنشوف ازاي، وهنعمل باكر ادفانسمنت في اللاب نشوفها تاني، ونحاول نقفلها دبل كلوجر بباكر باد اوفات وميوكو بروسر في اللاب. الانسيزا دلوقتي ابتدت مع العيان، هبتدي الشغل دلوقتي، هبتدي بسكالبل نمبر 11. ماشي، ضغط ده بس حبيبتي، افتح بقك كده، افتح بقك، لا ارفع ايدك، ما تقلقش خالص، افتح بقك خليك، افتح بقك، ماشي، ما تقربيش مني، افتح. بسم الله الرحمن الرحيم، هخش ماشي 11 يا جماعه كده خلاص، وهعمل كل المكان ده كله. افتح الاخر، افتح الاخر، فستلتي من كل مكان، كل فستله كلها تتشال. انا كده داخل لحد الساينس جوه، ماشي، تاني اهو بلف عليها، ماشي، افتح بقى خلاص، مفيش وقع خالص الحمد لله، زي ما انت كده، ماشي، تاني اهو باكد عليها اهو، شايفين المكان؟ كده انا عملت ايه؟ فستلتي، واخش كده بايه؟ مشرح او بلس انفيتور، ده كده الحاجه اللي انا هاخدها عشان هي دي كده التراك اهي، ماشي، اوعي ايدك عشان ما تضربش عليك، مش عايز، مفيش اي حاجه تجيب دم دلوقتي، دي كل دي التراك. حد يجيب لي اليس يا جماعه، خلاص دي التراك اهي، كله مش هي اهي، ماشي، صور، افتح تشوف كويس، افتح بتاع الاخر، ماشي، دي كده اهي التراك، شلتها اهي، طلع بالشنطه كده، اهي دي، اهي دي كده التراك، شلتها اهي، ماشي كده، انا عندي سوكت فريش الحمد لله، ومفيش ساينس او فيست كده، انا في الساينس كده، انا كده في الساينس، اوكي، ده كده شكل ايه الساينس مفتوح في كده، طبعا الى حد ما دي سبريشن انكو اوبريتيف، فبنحاول كده ايه نعملها بسرعه خلاص. بتاكد ان انا عملت دي ابيسيلايزيشن لكل التراك اللي حوالين مني كلها مفتوحه وانا في الساينس كده. الخطوه الثانيه دلوقتي ان انا اعمل ايه، اغير السلاح اللي ممكن اعمل ادفانسنج في اللاب، هاجي هنا كده حوالين الفور، هعمل جينج من السيشن بتاعي خلاص، ابتدي اعمل ريليزنج ليها كده، مش انا كده واقطع اجينست بون، بص اجينست بون بقطع في العظم، بحافظ على البابيلا اهي، اهي اجينست ايه بون، وان كات اجينست بون، تمام كده، برضو نفس الفكره ورا هنا اهوت خلاص، عند السكس اقفل شويه، رخي شويه، رخي رخي شويه خلاص، هنا كده اهو، هي كده اجينست بون، واقطع برضو ايه وان كات ديب في البروستيم اهو كده، انا ايه وصلتهم بعضهم اهو، وصلتها بايه بالسيجن بتاعي. الخطوه الثانيه ان انا اخد المشرح او البروستال الفيتور وابتدي ارفع الفلاب بتاعتي، اخش اسند كده، ضغط حبيبتي هتحس الضغط ده بس، ها ماشي، ضغط بس، اهم حاجه احافظ على الفلاب وارفع البروستال مع ده البروستال، يا جماعه بصوا يا جماعه ده كده البروستال، شايفين الشغل ده، ده البروستال، ماشي، ده ميوكوزا، فلما ارفع الاثنين كده يبقى اسمها ايه ميوكو بروستال، خلاص واضح الكلام. طيب يبقى ده كده اهو، هرفعه كده اهو، معلش هتستحملني شويه كده، اي حته معلقه او فاضله معايا مش مفتوحه كويس عشان ما يبقاش تروماتيك، ابتدي ايه اسلكها تاني بالايه بالسلاح بتاع المشط، افتح يا كده، برافو عليكي، طيب انا جايب زاويه مش عارف اشتغل عشان الكاميرا، ماشي، ضغط بس، ضغط ايه تحصل ضغط كده كده، برفع ايه الفيلم بتاعي، ماشي، زي ما انت حاسس، زي ما انت، الله ينور عليك، هجي انا برضه السيشن بتاعي كده، ابتدي ايه اخش هنا وارفعه زي ما انت ثابته، كده انا ايه عملت ايه، رفعت الفلاب اهو يا جماعه خلاص، ده كده الفلاب اهي المرفوع خلاص، يبقى ده كده السوكت معايا اهو، ماشي خلاص كده، انا رافع ايه ميوكو بريس الفلاب زي ما احنا شايفينها كده، تمام واضحه خلاص. طيب يبقى دلوقتي عشان اقدر اعمل حاجه زي كده، همسك برونجي او الهاند بيس، اشيل شويه عظم من البكر هنا اهوت، اقدر اخش الساينس انضف الايه الانفكشن الموجوده، وفي نفس الوقت بقلل الهايد بتاع الريدج دوت عشان اقدر اخد الفلابه ديت واخدها على ايه؟ على البلتل من غير ما يبقى فيه تنشن، اهم حاجه عشان الغرز دي تقفل كويس يبقى ويزاوت تنشن فور ادكوت كلوجر خلاص؟ ماشي انا جوه الساينس كده اهو، افتح كده اخر، افتح انا كده جوه الساينس اهو، ماشي؟ يلا هاند بيس فابريشن، بس فابريشن
ده بريك. ها في حاجه طبعا اتاكدت اول حاجه ان مفيش ريمينينج جروث جوه. نور ريمينينج جروث. افتح كويس على الاخر. افتح افتح كمان. لا انت دي برضه بتساعدني نعمل دي بس ما تجيش كويس المكان. انا بستنى كده كويس. اصلا ما فيش سيفير انفكشن، ما فيش بص، ما فيش بليدنج، فمش محتاج النزل انتروستومي. ان انا افتح المجزرة سانس على ايه؟ على النزل كافي. خلاص؟ لك الكالدو لوك كله تعرفينه. افتح عليك كمان، افتح عليك حبيبتي، عليك عليك. كل اللي بيسال ده بشيله اهو، شايفين ازاي؟ ماشي؟ بس في كولينج كويس معايا. البلتر برضه بعور السلاب بلتر كده عشان اطمن ان يحصل ادكويت. دي بسلزيش عشان يحصل لين كويس. ماشي؟ بلتر اهي خلاص. افتح كويس عليك حاجة. طيب بس شكرا. اعملوا دلوقتي يا جماعه ان انا ايه؟ في الجفت خلاص؟ انا اول حاجه دلوقتي وده ممكن كفايه يعني ان ممكن ايه؟ حد بقى ايه؟ يمسك وانت كده تعالى هنا اعمل لي كده. زي ما انت زي ما انت. خد ده كده اعمل فرشه كده بس ماشي بره بره كده ماشي ارفع كده ممكن امسك الفرد لا ده لا ممكن الفرد كده بالبلدي كده ايه بصي اجي على البروستم كده واعمل كده يا جماعه اهو خلاص ده اسمه سكورنج او بقطع البروستم عشان تمط معايا ويزود التنشن حوار هنا خالص شوف ازاي في جفت بسن معايا بيعمل سكورنج تيجي معايا اهي ماشي اهي قطع اهي ماشي كل ده عشان ايه؟ تيجي معايا ويزود تنشن خلاص اهي صورة كويس عندك يا محمد عشان الناس تشوف تمام؟ اه كل حاجة باينة كل حاجة باينة كده اهي كده لو جيت اعمل تيست زي ما انت كده زي ما انت كله زي ما هو محدش يتحرك ماشي رخي كده كده بص يا جماعة جاي اهي وزود تنشن اهي ماشي جاي وزود رخي كده اهي جاي وزود تنشن جاي براحتها اهي بسف شايفينها؟ ماشي؟ بس لو عملت كده انا قافل بوان لير اللي هي ايه؟ البكر بيد اوف فات الميكروبروستا ممكن اخد معاها بكر بيد اوف فات كمان كايه؟ دبل لير كلوجر فور رينفورسمنت اهي ماشي؟ انت شديت جامد قوي لدرجه ان انت في خدها براحه خلاص؟ طبعا هنا خد بالي هنا ان دي ايه؟ الدكت او البابيلي بتاعت السيسون دكت اللي تحت دي الحته اللي شايفينها؟ اشاور عليها دي كده دي خد بالي ما تعورهاش دي السيسون دكت بتاعت البروتوت خلاص؟ يبقى بعد السكورنج اللي عملته في اللي قدامي تيجي ايه؟ من غير ايه تنشن خالص بس فيه تروح بلاتها معايا قرب ايوه كده ماشي جايه بلاتها اهي ماشي طب هناخد بكر بيد اوف فات ازاي بقى؟ هعمل كده اول نفسنا بص الور هنا هنسكت بخش كده بلانت كده مقفول خلاص وافتح ماشي ضغط ده لو في تعب هتقلك البنج في المكان ده لو في تعب هتقلك البنج انا داخل من جوه الفلاب ها من جوه الفلاب مش هفتح فتحه ثانيه ماشي اهي نخش هنا وافتح اهي بصت اهي شفتها؟ شفتها ازاي؟ اهي اهي مجرد ما بصت سيب المقص بقى كده واخد حاجه بلانت زي الموسكيتو خلاص اهي قلت لي ايه؟ افتح اهي هي تطلع عليها اهي بالروح اهي طلعت اهي ماشي مقص ماشي اهي تتني بيديكل اتس بيديكل فلاب شيل ماشي خلاص اهي دي كده ممكن اخدها واقفلها فين؟ هنا طبعا لان انا مقصر العظم دوت فسهل ان انا ايه؟ يركب كده يوصل البلاتن فهمت الفكره فتاش واضح الكلام افتح بقى كويس عايزين ماشي دي كده تتاخد كده وتقفل النوم واضح طبعا السكيشن ازاي في الوظيفه بتنزل من الساينس المفروض انها تحت كويس اوكي فهمت الفكره ازاي جاب بقى بدو فات في مشكله سهل جدا ها وشغل جي بي يعني مش شغل جراحين نعم استخدم الداتا زيرو فكره خلاص علشان نقدر نعمل دي هنعمل بلاتن وناخد البكر فات ونرجع على اللي هو اسمه ايه هورزونتال ماتريس اللي هي بيقولوا عليها ووتر تايب اول حاجه هقفل البكر بدو فات خلاص وبعد كده اعمل دبل كوش عليها بالايه؟ بالميوكو بروستم فلاب اللي هنشوفها خلاص؟ طبعا بعد كده الانستراكشنز اللي احنا عارفينها بتاعت الايه؟ الانستراكشنز بتاعت الحزق والنسخ والعطف والكلام ده كله الموضوع اللي انتوا عارفينه كامل انتوا عارفينه والله ماشي سعيد كده افتح كده هناخد دي كده بس بسيطه كده زي ما انت اسم الدبش ده ماشي؟ افتح على الاخر على الاخر مفيش الدبلنج افتح على الاخر ساعديني هخش بلفر كده خلاص ايه؟ طلعت بلفر ماشي؟ زي ما انت خدت واحده ايه؟ بلد خلاص؟ وبعد كده الفات دي قدامي فاتح كويس اخر فتح ماشي؟ عشان ما تتربتش ولا حاجه باخد حته ايه؟ بقت كويسه كده في الفات اهي خلاص؟
اهي عدت ايه سلسه خلاص. زي ما عملت كده انا هاخد الغرزه في البلد خلاص، هرجع تاني في الفات ماشي زي ما انت بس سبت كده خلاص سبت الفات اهي. افتحي كويس حتش برضو خدتها فين؟ في الفات ماشي. وايديا الشمال بتستلم من ايديا اليمين تمام كده خلاص اهو. خدت دي كده فاتحه كويس على الاخر، ما تهدرش في الخيط ها ماشي اهي. هشوف فيديو انت هتشوف فيديو كله ماشي. ولو في حاجه اوريك تاني بتاع الاخر. عدي بلد تاني واخد بايت كويسه عشان ما يحصلش ان ايه تشرب او تقطع يعني. اوكي يلا بينا كده اهو. عديت ايه بلد كده، اصبح الايه الطرفين موجودين مين بلد. لما اجي الم الخيط كده بص الابره ازاي في ايديا مش على صدر العيان، شايفين الابره ازاي ماشي. واحد اثنين واخد الخيط دوت خلاص. لما اجي اشد هقوم سايب ده كده سايبه اهو، وبايديا كده اعمل ايه شد كده اهو كده. مين هتيجي البلتل فلاب اهي، البلتل الفات جت فين ناحيه السوكت اهي ماشي. واخد لسه منها تاني ماشي اهو تاني زي ما انت. واحد اثنين اهو. طب صار عندك واضح؟ طيب ماشي خلاص. افتح الاخر افتح الاخر فعلا كده خلاص باين اهي. معلش انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. خلاص حقك علي خلاص حقك علي. جاك ريفلكس طبعا من غير ما اسال ايه. بص فين؟ بص ادي نو عشان ادوس. ادي غرزه كده، دي اول غرزه كده ماشي. هثبت عليها كمان غرزه يبقى خلصت كده ماشي. ثبت عليها كمان غرزه حرفيا شكلها. ايوه خد نفسك كده شفتي ده ماشي. طب بخش كده برضو تاني اهي شفت كده. شفت اه في البلد حتى كده شوف تاني كده اخر واحده افتحي برضو اخش بلد كده خلاص. واطلع في الفات اهي زي ما انت، والشمال تستلم مني ماشي ماشي. ده اسمه هوريزونتال ماتريس ماشي. اسحب الخيط اهو كله من داخل. نعم بلتل دخلت في الفيت اهو ماشي. وارجع تاني من الفاتس كده اهي عشان تطمن فين في السكر. واطلع ايه بلتل اشوفها بلتل تحت كده اخش ماشي. واستلم الخيط كده بس دي اخر غرزه كده. بعد كده اقفل عليها البكر الادفانس فليب خدي برضه اهي ماشي. بص يا جماعه الابره اهي ارجع كده ارجع الابره اهي في ايديا الفتاف ايديا كده ماشي. ما تسيبهاش تقع على صدر العيان ماشي. ودي كده وانا عامل ايديا كده ماشي كده ايه الغرزه في البلد ماشي. تاني ارجع كده اهو خلاص اهي الفلاب ماشي خلاص. واحده اخيره مش عارف مش عارف يعني كده فاضل ان انا اقفل ده كده ايه الفات اللي حطها من تحت ماشي. هاخد مين عليها بقى دلوقتي ميوكو بوسه فلات خلاص. اطلع خالص اطلع خالص اطلع خالص اطلع خالص المنظر اهو بكة بدو فاتها اللي قافله السكر تاني ماشي. هاجي بقى الفلاب اللي انا واخدها دي حتى الوقت تاني حتى في خد كده بسيط كده بس بسيط كده شد بقى رخي رخي بسيط. هاخد دي كده اهي في ايديا لان ممكن بوستن بس واخد بايت كويسه كده فيها ماشي. بايت كويسه اهي عشان ما ايه ما تقطعش. شايفها معديها ازاي في البكر في لابو ماشي اهي. ادي ابره واروح على مين بقى على البلد في لاب. هعدي بقى دي البكر بدو فك كده سوي كده ماشي. عشان شوف دي بيحصل لها بيسماليزيشن اوكي. عدت اهي ماشي. وهرجع تاني من البلثل نفس الفكره خلاص اهي. خدها كده انا باجي قدام الكاميرا ماشي بس عشان اشوفها ماشي. افتح لك افتح الضغط بس الضغط عشان كده بقول لكم لو ابره كبيره يبقى احسن اقدر اشوفها كويس. بروح بروح ايزي اهي. وهرجع بقى فين؟ على البلثل الليبيان فليبس
7 اطلع اطلع كده بس زي ما انت كده ثابت ثابت الثانيه اهي كده ده اسمه ايه هوريزونتال ماتريس واضح الكلام كده عندي طرفين موجودين بينهم ماشي خلاص ادي الطرف الثاني ماشي ده بقى الغرفه اقفلها هتيجي تركب دي على دي بص المنظر اهي بص لما اجي اشد اطلع خالص اطلع اطلع اهي اهي معلش انا اسف في الشد معلش خلاص ادي واحده واخد عليها على وضع بقى ده كويس هقص الخور وغرز يا اخي الكح ثواني ماشي يلا زي ما انت يلا دي اول غرزه كده خدت بص اول غرزه كده اهي دي اول غرزه كده خلاص والباقي بعده فاتها اهي زي ما تشوف سيبها تحت اهي ماشي تاني كده انا هاخد ايه افتح كويس اشوف اطلع اطلع دي انت مجرد واخد خدها بسيط بس كده عشان اشوف بس بس بسيط بس بس كده ما تشوفش جامد ماشي اهي برده اللي بالفلابه اهي اخدها كده ماشي خدها برضو بلفل خلاص اديها بلفل برضو وارجع برضو نفس الفكره بتاع كده اجي هنا كده عشان اشوف بتاع شو بتاع شو تفليش خلاص عدي تاني خلاص وهرجع برضو بالبلفل ليه؟ للليبيل اوكي ثابت نخش خد ليبيل افتح جان ادي ليبيل في لابه اهي خدتها معايا ماشي برضه لما اقفل دي كده اشيل الاثنين على بعض ماشي شوف المنظر كده برضه لابراهيم خلاص واحد اثنين رخي اطلع انت اول اخر مش اهي راح فين راح فين راح فين اقف كده انا بشد بس انا صدقت ماشي شد بسرعه كده ماشي كده اقفلهم على بعضيها خلاص زي ما انت افتحي جوان هنبقى خدها والخلفيه وكل يا ابني خش كده بحاجة. انا مش شايف التصوير سوري الناس هتعتاد عليك اللي بتتفرج على الفيديو مش شايفه كويس لا والله شايفين ماشي شايفين يا جدعان لا انا بس انا كده انا هتفرج على الفيديو المهم الفكره تكون وصلت بس بحاول قدر المستطاع عشان الناس تشوف وتتعلم ماشي ادي كده ايه القفل اهي ماشي شايفين الصوت مقفول ازاي كده فاضل لي الليزنج ستيشن من الجنبين خلاص ماشي هم شفت اهو وممكن اخد واحده كمان انتربتد ولا حاجه فوق منها فكده انا قفلت الصوت من فوق عليها خلاص اما الليزنج ادي كده خلاص وفاس زياده اهي شايفين الحمد لله واحده زي ما انت شفت اقفل شويه اقفل شويه كوبايات كويسة كده عشان ما تشربش اقفل شوية أيوة كده ماشي ابتدي اثبت 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 بس واحد تروح على الغوده كده بس على الغوده كده بس على الغوده كده بس دايس اخي جانتي زي ما انت ما تشيش ايدك ما تشيش ايدك تطلعيش تطلعيش يلا اطلع برا اطلع 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 برا بس شوف المنظر كده ماشي تقفل من فوق ماشي وهكمل لسه عليها طبعا اوكي انا مش عارف اقف عشان الموبايل ده بص اقف شويه كده
بصوا يا شباب ادي الغرزة هي معدية اتربطت اهي، شايفينها ازاي اتربطت؟ ماشي؟ شايفينها معدية ازاي؟ طيب هاخدها ازاي بقى كده؟ يبقى في ايديا اهي، يلا بروح كده هعدي واحد اثنين امسك الطرف خلاص وعدي ايه؟ الخيط، مجرد ما عديت اهو ممكن اسيب ده كده ومتعلق في المسك كده واقوم داخل كده وايه؟ اهي وشدتها اعمل كده اهي خلاص؟ ماشي؟ بس هاخد تاني طبعا مش عارف اللي بيزيك. ماشي؟ تاني واحد اثنين اخد الطرف كده اعدي الخيط اسيب اعمل ايه؟ اشد كده ماشي؟ الاخيره المفروض عشان ايه؟ المفروض يعني عشان ما تفكش ايه؟ تجيها معاكس لورا كده اهي واحد تبقى لورا كده خلاص اهي شد يبقى كده انت ايه؟ قعدت عليها ماشي؟ خلاص وبعد كده المقص قدامك المقص اهوت ماشي انا بساعد نفسي بنفسي للاسف مش حد يشمرني كده ايوه ماشي حتى صار كده سيبها كده ايه وتقص اهي ادي غرزه ماشي خلاص كده قفلت ريزنج ستيشن هنا ماشي هاخد واحده تحت كمان وبعدين ريزنج ستيشن الناحيه الثانيه اخبار دي كده بايت كويس اهي شباب لي طبعا انا افاسف ماشي اهي ادي واحده اهي خلاص معايا دي وحشه خالص بنحاول قدر المستطاع كده نوصل لغايه ماشي وادي هنا كده اهو دي الفرع كده تشرب بتقطع تاني لازم اخش اخد بايت كويسه جوه كده ومبيع كده على حرف اللسع اهو بيعمل ايه الغرزه كده ماشي امسكها مش من طرف الابره لو جت من طرف اعمل كده بس بسيط كده مجرد ايه اعديها كده خلاص وبعدين اقوم ماسك ايه من هنا كده عشان ما تبقاش بلانت خلاص ايه كده الطرفين عندهم وتاني الابره في ايديا ارفع كده واحد اثنين اشد ماشي عشان مره شفتها كده براحه عشان تشوفي اهي كمان شمال خلاص ماشي دوس على العقدة دوس على العقدة ثابت ماشي واحد اثنين ماشي اطلعي اشد تمام حلو كده والاخيرة ممكن اخدها ايه؟ من عكس كده عشان تثبت عليها بس لقطوها يا جماعة خلاص تمام كده يلا بعد كده نفك ايه؟ بص كده شمري هعمل نفس الحركة دي فين؟ في الريزنج ستيشن اللي ورا. اوكي؟ يلا. بصوا فاز زيادة زي الفت حلو قوي كده. الفت اللي طلع زيادة دي كويس جدا. كل ده يحصل لها بالستيشن ده كله. ماشي؟ كده فاضل في الايه؟ الريزنج ستيشن اللي ورا ده. واخد كمان كام غرزة كده وممكن تعمل تريمنج لأي اكسس تيشن. أهم حاجة تطمن، أهم حاجة سر نجاح العملية دي نتأكد إن الغرز مقفوزة وزاود تنشن. ده أهم نقطة. ماشي؟ قوي مش باين ازاي مش باين يا محمد؟ ما شاء الله الغرزه ما تبقاش مرميه على صدر المريض كده خلاص؟ الابره في ايديها ممسوكه بين الاصبعين دول خلاص؟ بصوا بصوا كده اهي خلاص؟ اهي في بطن ايديا بنلمها في بطن ايديا اهو بص اهو كده اهو خلاص؟ كده اهو ما يجيش بقى اربط كده اهو غلط الخيط طلع منين؟ من عند ايديا من بطن ايديا تحت غلط لما اجي اربط يكون دايما الخيط ايه؟ ما بين الاصبعين جنب الابره جنب ايه؟ الابره واجي اربط كده اهو واحد اثنين خلاص مسكت هنا كده تقفل عدي اسيب دي كده وابتدي ايه؟ اخش كده واقرط اهو ماشي واضح الكلام؟ تاني هاجي اربط بص الخيط منين؟ ما بين صبعين قدام اهو ماشي لان بشوف ناس تعمل كده اهو لا ماشي اهو صبعين قدام اهو كده نفس الفكره واضح الكلام؟ اخر حاجه اقوم واخد ايه بالعكس كده تمام كده؟ واضح الفكره ازاي؟ اجي استخدم الخيط لو عايز استخدمه تاني هي الابره في ايديا اهي ماشي اهو تطلع اهي من ايديا اهي مش تقع على صدر العيان ووقع في الارض وعلى هدومه وكده خلاص طبعا كده كده احنا ايه؟ عاملين رامج كده كده الحمد لله مفيش مشكله على الكرسي ولا حاجه احنا عاملين رامج كويس بتاعنا تاني خلاص يبقى تاني لو انا اخر مره كده اخد غرزه اخيره كده من بره عشان اوريكم المنظر تاني ممكن امسك ماسك ابر كده يبقى ماسك ابر يا اما ممسوك كده اهو بالصبع ده رينج فينجر كده اهو خلاص او امسكه كده اهو مش لازم دايما يحصل الطقه يعني ممكن ايه بفتح واقفل كده اهو من غير طقه عادي بقفل واقفل كده بعدي الابره كده كده مش لازم كل مره طق طق مش لازم ده ماشي كده عادي امسكه كده اهو ماشي لو عايز امسكه بطن ايديا اقوم قافل عليه كويس وطالع وماسكه ايه كده اهو واخد الغرزه بتاعتي معايا؟ تمام شوف كده مثلا واحده كده ايه
هنا هو كده خلاص. ما انه الجرح مقفول كويس مش عايزين نعمل ايه اوفر. انا بيش ادي واحده في التيب اهي. خش اخدها من هنا كده سيبها صغيره معلش برضه اهي. بص بص زي القلم اهي ماشي اللي معايا بتوع ماشي. ممكن اخد معايا الفات دي تاني زي الامان طلعت بيها. بص افتح زي افتح كده واسحب الابره ماشي. بصوا الابره اهي في ايديا خلاص. هعمل ايه؟ هسحب الابره ماشي. بص ايديا اهي خلاص. هاخد مسافه كده صغيره كده وهاخد اثنين من هنا اهو خلاص. واحد اثنين كده اهو دلوقتي ماشي اهو كده اهو ثري صبح كده عشان بس كفر الله المؤمنين القتال كده حلو قوي. الانستراكشنز اهم حاجه موست امبورتنت تجيب الانستراكشن فور ذا بيشنت. سنيزنج كافينج ماشي سيفير ماوس ووش ماوس ووشنج الكلام ده كله ممنوع. طبعا ننضف العين ما تسيبش وشه بالمنظر ده ماشي ماشي. ده كده اهي ادي الافاس الفلاسي مقفوله ريزنج سيشن وزاد التنشن وفي بكه بقت وفات زياده هي باظه طالعه لبره ماشي. افتح الاخر زياده هي لا مش مشكله كل هيحصل له بيسلايزيشن كل ده ماشي. ودي ايه مكان الورس دكتور بايدها اللي ايه الستنسوس دكتور دي اللي هي بتاعت البروتوك ماشي. هنمسح بقى كل دوت نمسحه الدم ده كله خلاص خلاص. عدي براحه عدي براحه بشرب براحه مش بتمسح بقى كل وش العيان ده كله وتدي الانستراكشنز بتاعت كده عليه وتفول اب مع العيان وانتي بيوتيك وانتي بيوتيك ودي نيزل ديكونجستد كمان خلاص. مفهوم نقط نيزل ديكونجستد ماشي زي ما تقول مثلا. شكرا.